أعلنت كوريا الجنوبية فرض إجراء اختبار كورونا على جميع القادمين من الصين عبر الرحلات الجوية والبحرية عند الوصول إليها، وتلزم سول الأجانب القادمين من الصين للإقامة قصيرة الأمد بها بإجراء اختبار PCR في أعقاب وصولهم إلى البلاد والانتظار في مكان معزول إلى حين إصدار نتيجة الاختبار، في حين تلزم المواطنين أو الأجانب القادمين من الصين أو الأجانب للإقامة بالخضوع لاختبار كورونا في مركز صحي عام بالقرب من المسكن خلال يوم واحد من وصولهم والانتظار إلى حين ظهور نتيجة الاختبار. مع تصاعد القلق بشأن ارتفاع حالات الإصابات بفيروس كورونا في الصين، يواجه المسافرون من الدولة الآسيوية البالغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة قيودا عند دخول أكثر من 12 بلدا بعد انضمام استراليا إلى الولايات المتحدة واليابان وكندا والعديد من الدول الأوروبية التي أصبحت تطلب إبراز اختبار سلبي للفيروس قبل الوصول إلى مطاراتها. الشهر الماضي وضعت بكين بشكل مفاجئ حدا لسياستها الصارمة صفر كوفيد التي تتضمن عمليات إغلاق واختبارات شاملة بعد 3 سنوات من ظهور فيروس كورونا للمرة الأولى في مدينة ووهان. وفي حين تمتلئ المستشفيات الصينية بالمصابين بالفيروس، يصر المسؤولون على أن هذه الموجة تحت السيطرة رغم الاعتراف بأنه من المستحيل تتبع حجمها. وزير الصحة الأسترالي مارك باتلر قال إن افتقار بكين للمعلومات الشاملة حول الإصابات بالفيروس هو السبب وراء التدابير الجديدة التي ستفرض على القادمين من الصين والتي ستدخل حيز التنفيذ في 5 يناير المقبل، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية أستراليا من خطر ظهور متحورات جديدة محتملة. وفي الأيام الأخيرة فرضت كندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان أيضا متطلبات سفر جديدة تفرض على الوافدين من الصين إبراز اختبار لكوفيد نتيجته سلبية أو الخضوع لاختبار عند الوصول. وللمزيد من المتابعة انضم إلينا هاتفيا البروفيسور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق الأوسطية. دكتور فؤاد، بعد التحية، وكأن شبح فيروس كورونا القادم من الصين يعود مرة أخرى لإثارة المخاوف في بعض الدول، ما هي الصورة الآن والوضع الطبي في بعض الدول الأوروبية تحديدا؟ نعم، مساء الخير للجميع. بالنسبة للوضع عالميا، احنا بنقدر نقول انه الوباء بدأ في 17 في الصين، عشان هيك اليوم في اوروبا وكثير من الدول الاوروبية اخذت قرار عمل مسحة للي قادمين من الصين. كان اول ايام 50% من اللي قادمين من الصين في إيطاليا مثلا مصابين، هسه ارتفعت النسبة إلى 60% من اللي خضعوا إلى مسحة. لليوم أغلب الدول الأوروبية وفي الاجتماع اللي سوف يجرى في 4 شهر كثير من الدول الأوروبية قررت أنها تعمل مسحة بعد وصولهم، وليس كافي فقط المسحة اللي المسافر عملها قبل وصوله. ليش؟ عشان نتأكد انه فيش متحورات. الخبر الثاني في اوروبا وحتى الان بالمسحات اللي جرت فيش متحورات جديدة. اغلب المتحورات اللي بنعرفها واللي منتشرة كثيرة واخر متحورات اوميكرون هي الموجودة، بس الخطر الكبير انه انتشار الفيروس بسرعة وبفترة قصيرة بيقدر يسبب متحورات جديدة او فيروس جديد، عشان هيك لازم ان نعمل مراقبة، ومنظمة الصحة العالمية لازم تجبر الصين، ونكرر على هاي الكلمة، عشان تعلن عن جميع الاحصائيات الشفافة. الصين لا تعلم حتى الآن عن معلومات شفافة، لأن الأطباء والممرضون يخبروننا عن وضع خطير وفي توفي يوميا واحتمال أنهم يتوفوا خلال شهر 5 أزيد من 2 مليون شخص في الصين، وإذا الصين ما
تأخذ الإجراءات فوريا والتعاون الدولي مع أوروبا مع منظمة الصحة العالمية ومع جميع الدول العالم. نعم الأستاذ الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق الأوسطية، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.